الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم جميع؟ شلون الهم على السنة الخامسة؟ تمام، لا جيد دكتور. خلصتوا الجراحة البولية؟ لسه ضل كم محاضرة، صرنا بس المحاضرة السابعة. يعني تقريبا خلص المادة. اي حكي، ضل تقريبا كم محاضرة؟ يعني 4 محاضرات. هلا تمام، يلا ان شاء الله بالتوفيق. معناتها احنا بالنسبه للجراحه العصبيه يمكن هي مثل ما تعرفوا جزء من الجراحه ثلاثه، ما هيك؟ فصل اول سنه خامسه، جراحه عصبيه جراحه بوليه. احنا مادتنا 50 سؤال، جزء بتعرفوا من زملائكم 50 سؤال، نص الماده يعني. ان شاء الله بتكون الاسئله، طبعا بجوز شفتوا اسئله الدورات، الاسئله بتكون واضحه مفهومي وقيم بنفس الوقت، بحيث يعني يتعلق مع الطالب، يعني ياخذ الاساسيات بالجراحه العصبيه اللي بتفيده خلينا نقول كطبيب عام، يعني مو الكل بده يختصوا جراحه عصبيه اكيد، وهلا قصص بكون طلاب طب يعني. فنحن بنعطي ان شاء الله الشيء اللي بفيد واللي بيركز بدماغه، بيعلق مثل ما بيقولوا مع الطالب للمستقبل. بالنسبه للابحاث بالجراحه العصبيه مثل ما نكون شايفين، هاي الصفحه الاولى تقريبا هي 10 محاضرات، خلينا نقول 10 او 12 محاضره، في عندنا محاضرتين فيهم حشو كثير راح نختصرهم، بحيث يكون عندنا نحن 10 محاضرات ان شاء الله كمحاضرات. ردود الراس، لانه اصابات الدماغيه او ردود الراس بحوادث السير والاصابات الطلق الناري او بالاصابات الحربيه بتكون واسعه متعدده، فمقسمه لمحاضرتين، ردود الراس واحد وعندنا ردود الراس اثنين. نطلع على الترتيب بالصفحه، راح نباشر احنا ردود الراس واحد والمحاضره الجاي ان شاء الله ردود الراس اثنين، مشان نكملها مشان تربط الافكار. في عندنا اورام نخاع الشوكي وفي عندنا اورام الجمجمي والبرانشيم الدماغي، كمان هدول بنعطيهم ورا بعض. عندنا الآفات الوعائية الدماغية مع جراحة الصرع وجراحة الألم، هدول بنعطيهم ورا بعض. وعندنا فتق النواة اللبي مع التشوهات الخلقية في الجملة العصبية، كمان بنعطيهم ورا بعض. استسقاء الدماغ وقبل الأخير قبل الأخير استسقاء الدماغ والأخير هو الموت الدماغي والجراحه العصبيه الوظيفيه، ممكن هذا ما نعطيه، ممكن نعطيه رؤوس اقلام يعني. تمام، هاي بالنسبه للابحاث كلها بالجراحه العصبيه. المقرر اللي احنا نعطيه هلا كل شيء بركز عليه بالمحاضره، احفظوا لي اياه وسجلوه عندكم مشان تراجعوني فيه اذا اجى مثلا سؤال من براته او قبل الامتحان، بنحكي بالشغلات اللي حكينا فيهم، لأن المقرر مو هذا المقرر الأساسي اللي كثير شغلات، أخطاء طباعية، أخطاء إملائية، حتى أخطاء علمية. تمام، اليوم المحاضرة محاضرتنا اليوم هي ردود الرأس بقسم الأول، هي أزياد الفروي و كسور الجمجمة. بالنسبة لأزياد الفروي كسور الجمجمة، قبل ما نبدأ فيها عندنا شغلات كتير مهمة، هي مبادئ الجراحة العصبية. ردود الرأس تنقسم، طبعا أول محور مبادئ الجراحة العصبية ردود الرأس أزياد نبذي. ردود الرأس عندك ردود الفروي وعندك كسور الجمجمة. كسور الجمجمي بأشكاله الثلاثة اللي هي الخطي، كسر خطي بنسميه شعر، تمام، أو الكسر المنخسف هو كسر قاعدة الجمجمي. بالنسبة لمبادئ الجراحة العصبية، بالجراحة العصبية عندنا كثير شغلات مهمة، أهم شيء فيها هي إنه الأمراض اللي بتشملها قسم الجراحة العصبية هي ردود الجمجمي والعمود الفقري والأعصاب المحيطية، الأورام، أورام الدماغ
وأورام النخاع الشوكي وأورام الأعصاب المحيطية. عندنا الأمراض الالتهابية أو الأمراض الالتهابية والخمجية، خراجات الدماغ، داء السل، داء بوت في الفقرات، طبعا مو في النخاع الشوكي مثل ما كنتم شايفين. في كثير أخطاء إملائية في الار بي سي أو داء بوت في الفقرات. عندنا الآفات الشريانية الوردية، هي التشوهات الشريانية الوردية، الاي في ام، امهات الدم. عندنا النزوف باشكالها، فوق الجافي، تحت الجافي، تحت العنكبوتي. عندنا التشوهات الخلقيه العصبيه، من القيلات للحبل المشدود لانشطار النخاع لتعظم الدروز الباكر. وعندنا فتق النواه اللبيه، وعندنا الصرع المعند اللي هو فيه له علاج جراحي، طبعا مو موجود في بلدنا حاليا. بالنسبه هاي الامراض الجراحيه عم نحكي عليها. بالنسبه للعمليات الجراحيه العصبيه، عندنا 3 طرق للعمليات الجراحيه العصبيه. هي الجراحه التقليديه، يعني فتح جراحي تقليدي، جرح واسع، جلد تحت جلد، مثلا صفاق عضلات. عندنا الجراحه المجهريه يلي هي بتعتمد على استخدام المجهر، بيكون جرح صغير تقريبا 2 سم مو اكثر، او ل 3 سم ماكسيموم. يعني استخدام المجهر في عمليات اورام الدماغ، استخدام المجهر في عمليات اورام النخاع الشوكي، عندنا استخدام المجهر في عمليات حتى الديسك القطني والديسك الرقبه، وفي علاج التشوهات الشريانيه الورديه او علاج امهات الدم، هذه اسمها الجراحه المجهريه. الجراحه التنظيريه هي تستخدم بشكل خاص في اورام قاعده الجمجمه والبطينات والنخامه، عباره عن دخول بثقب صغير بور هول بالجمجمه وثقب بالسحايا عبر منظار باتجاه الآفة الموجودة في البطينات، أو استئصال ورم نخامة، استئصال ورم ضمن البطينات، حتى في عندنا جراحة الديسك بالتنظير. التصويب المجسم هو طبعا مو موجود مثل ما قلنا كمان هون في بلدنا. التصويب المجسم هو العلاج الأورام بشكل خاص العميقة في الدماغ على مستوى جذع الدماغ أو البصلي السيسائي، عبارة عن طريقة العلاج بالأشعة بدون فتح جراحي، بدون فتح جراحي. وممكن نستخدمها كمان التصويب المجسم، بكره بتشوفوا انه في اخذ خزعات مثلا في علاج داء باركنسون، ممكن في اخذ خزعه من ورم عميق بدون جراحه. تمام، هاي بالنسبه لاشكال العمليات الجراحيه العصبيه. العناية الجراحية العصبية هي بمرضى الجراحة العصبية، هو انه عندنا قبل الجراحة شلون نتابع مريضنا، اثناء الجراحة بنهتم بكل شيء، بالجراحة العصبية بتهتم بكل شيء اثناء الجراحة، مو بس انت كجراح، حتى بالتخدير بتهتم. بعد الجراحة كمان متابعة المريض بعد الجراحة، كثير بنقول لمرضاتنا هو اهم من الجراحة ذات نفسها، لانه مو بس سوينا العملية وخلص راح المريض، بعد العملية أهم من قبل العملية، مشان ما تضيع العملية ومشان ما تضيع نجاح العملية لازم تتابع مريضك صح بعد الجراحة، الجراحة العصبية، إما إن كان جراحة الدماغ أو إن كان جراحة العمود الفقري. الردود الرأس أو الهيد التروما هو عبارة عن الأذي، ما في تعريف واضح مثل ما نكون شايفين. أن الجمجمية عبارة عن جوف او حيز مغلق بعظم الجمجمي، عظم قاسي غير قابل للتمدد، اي اذي على الجمجمي ان كانت خارجي وانتقلت بسبب قوتها للداخل، صار عندنا اي نزف داخلي ما في له مكان او ما له مهرب برا الجمجمي، فراح يمارس ضغط على النسيج الهش الحساسي اللي هو النسيج الدماغي، ويعطينا المشاكل يلي بتسببها أذيات ردود الرأس، من نزف فوق الجافي أو نزف تحت الجافي أو نزف تحت عنكبوت أو نزف مستبطن أو تكدم دماغي. تمام، بالنسبة لل مذكرين هون على الأذيات الوجهية الفكي، في قاعدة ذهبية بتقول لك أي رد على الوجه في حوادث السير أو في الردود بشكل عام، أي رد على الوجه هو بياخد 70% من الأذية اللي كانت ممكن بدها تصير للدماغ
او للجمجمي. فاذا عندنا المعنى، اذا عندنا ازي وجهي، شفنا كسر فك، كسر انف، كسر بالفك العلوي، كسر بالجيب الفكي. فانت دائما هون بتحط وقت اللي الدماغ بسبب كثره العظام الصغيره وكسره الطبقات اكثر من عظم الانف وراس جيب الفكي. بعدين عندنا الجيوب الغربالي، عندنا عظم مثلا عندنا حاجز الانفي، ثم عندنا عفوا عظام الانف في مكان الصماخ، الدهاليز الانفيه الداخليه العلوي والمتوسط والسفلي، وعندنا عظم الفك السفلي، وعندنا عظم الحناك. هاي وجود العظام الكثيره في الوجه بتتحمل او بتمتص الصدمه المتجهه باتجاه الجمجمه او الدماغ. فمنقول اي اذي بنشوفها على الوجه، أزي شديد على الوجه أو أي حادث سير في أزياء الوجه، فبنحط ببالنا بنتوقع أنه 70% من الأزي امتص الوجه، وبنكون بأغلب الأحيان بنشوف الدماغ سليم، أغلب الأحيان بنشوف الدماغ سليم. ردود الرأس طبعا هي بتشكل جزء أساسي من الردود بشكل عام. العامل الرئيسي فيها هو الخطورة ونسبة الوفيات العالية اللي بتتركها، والعجز العصبي الوظيفي، طبعا كمان مكلفة اقتصادي ونفسي. هدول الشغلات هي المذكورة بشكل ما راح نعدي عليها. أسباب ردود الدماغ أو ردود الرأس، الأسباب هي حوادث السيارات والسقوط، أنتم بتعرفوا هاي أشياء شيء تشكل 50%، الاغتصاب 10%، الرياضة طبعا قليلة ولكن موجودة، الحروب بزمننا يعني بالأحداث بالثورة، إصابات الرأس أو ردود الرأس أو الطلق الناري أو أزياء الرأس كانت أكثر من خلينا نقول تقارب حوادث السير والسقوط. يعني هون هاي الأبحاث هي عالمية، حوادث السير والسقوط هي 50%، ولكن عندنا بالحروب كانت الأزيات قريبة جدا من حوادث السيارات والسقوط، محاولات الانتحار قليلة جدا. معرفة طريقة أذية الدماغ مثل ما شايفين، معرفة طريقة أذية رد الرأس إلى دور كبير بالتشخيص الصحيح والعلاج الصحيح للمريض. الإحصائية أنه طبعا الرجال أكثر من النساء معروف بسبب طبيعة عمل الرجال، استخدام السيارات الموتورات، نسبة الرجال برا المنزل أكثر من النساء. 25% من الإصابات أطفال، عندنا 1.6% من الناس يصابون بردود جلد، عندنا 50% بأعمار 15 ل 30 اللي هن بعمر الشباب مثل ما قلنا، لأنه الأغلبية بتكون حوادث السير والسقوط. رد الدماغ بشكل 70% من الوفيات، بعدين الصدر والبطن والعمود الفقري. لمحة تشريحية بالنسبة للفروة، بجوز أخذتوها بالتشريح، بالنسبة للفروة هي مجموعة في 5 طبقات، مجموعة بكلمة سكالب، عندنا سكين أو الجلد، النسيج تحت الجلد كونكتيف تيسيو، وعندنا صفاق ابو نوروسيز، وعندنا لوز كونكتيف تيسيو تحت الصفاق، وعندنا سنحاق بتشكل مجموعه سكالب. بعدين بيجي عندنا هاي الفروه، بعدين بيجي عندنا العظم، بعض العظم بيجي عندنا الام الجافي، وبعدين المسافي تحت الجافي، ثم الام العنكبوتي والمسافي تحت العنكبوتي مثل ما هو معروف، بعدين الام الحنون، وبعدها البرانشيم الدماغي. طبعا الجهاز البطيني معروف، البطينه الدماغيه مملوءه بسائل الدماغ الشوكي. تصنيف ردود الراس، في طرق كثير لتصنيف ردود الراس، مثلا حسب مكان الاذي بالفروه بالجمجمه بالدماغ بالازيات الوعي. في عندك طرق اخرى، المكان، اليه الرد، شده الرد حسب السبب، العلاقة مع الوسط الخارجي. لا احنا بالنسبة لنا عندنا الرد المغلق
الرطل المغلق، ما في عندنا جروح مفتوح او اتصال مع الوسط الخارجي. هذا بيكون اكثر ميول لحدوث نزف داخل الجمجمي. وقت اللي بتشوف انت انه بالرد انه ما في اي شيء، بيقولوا لك والله فلان يعني مات بحادث سير، بس نقطة دم ما في على وجهه او على راسه او جرح خدش ما في. كل ما كان الحادث السير قوي وما في اي اشارة خارجية لكسر او جرح او نزف او نزم الفوهات، اذن، انف، كسر اسنان، كسر انف، معناتها الاصابة الداخلية بتكون على الاغلب كبيرة، بيكون الاصابة الداخلية كبيرة. مثل ما قلت لكم الاصابة الخارجية بتمتص الاصابة الداخلية، بتمتص جزء كبير من الاصابة الداخلية، بتخفف الصدمة مثل ما بيقولوا يعني. تمام. طبعا كل ما كانت الإصابة الداخلية شديدة بترافق بعجز عصبي شديد مختلف شديد حسب درجة الإصابة. الرضة المفتوح بيصير فيه اختراق للجمجمي بترافق بأذيات مض دماغي مض على مكان الصدمة. الجرح المفتوح إذا عندنا كسر منخسف بيكون وعندنا تمزق، مو غالبا بيكون في تمزق بالسحايا، نسبة الإنتان أعلى، وإذا في تمزق السحايا نسبة حدوث التهاب السحايا أو خراج دماغ بتكون عالية، وبتزيد نسبة سوء الإنذار وبتزيد نسبة الخطورة. إذا الأذية ناتجة عن آلة حادة، أول شغلة ما بصير ننزع الجسم الأجنبي اللي بعد ما نصور وحصرا في غرفة العمليات. هاي شغلة كتير مهمة. هلا السنة مثلا هاي بالنسبة لنا مشفى باب الهواء جانا، هاي أول سنة بصير هيك يعني، حالة نادرة جدا، إنه تقريبا شي 5 إصابات أذيات نفسي نافذة، سيخ، حبل غسيل، سكين، موس، مسمار. إيه، تم نزع الأدوات كلها بغرف العمليات. سبحان الله تجي مناطق خطرة وحساسة جدا، والنتائج أغلب الجو كانت سليمة، يعني ما في أذية دماغية غير موضع مكان دخول الآلي الحادي، وكانت نتائج ممتازة وما عندنا أي وفيات. ردود الفروي، بالنسبة لردود الفروي لازم نعرف أن الفروي غزيرة الترويح. عند الأطفال جرح الفروي غالبا بيكون قاتل، ما بدنا نهمل النزف يعني. بنقول لهم للشباب نقطة دم واحدة ما لازم تخسرها، بدك تحسب حسابها عند الأطفال، نقطة دم واحدة بجروح أو الردود الفروي، لأنه الفروي ترويته غزيرة، وبيكون حجم الترويت الرأس مقارنة مع الجسم تقريبا نص بنص عند الأطفال، فبيفقد جزء كبير من الدم بردود. أما عند البالغ بيكون ترويت الفروي مقارنة مع بقية الجريان الدموي بالجسم أقل بكتير، وما بتسبب وفاة. غالبا جروح الفروي عند البالغين ما بتسبب وفاة، لو ظل الجرح مفتوح ينزف غالبا ما بتسبب وفاة. نظافة الجرح بجروح الفروي، إذا بدنا نسوي تدبير الجرح أو خياطة الجروح، نظافة الجرح كتير مهمة. تنظير الجرح، الحواف المتهتكة الميتة المشرشرة، إذا في جسم أجنبي بنغسل بالسيروم، بنضل نغسل مرة مرتين ثلاثة لحتى ننظف الجرح بشكل كامل، عشان عندما نقول نقوم بإغلاق الجرح خطأ، ما نسكر على شغلات من برا الجسم نضل جوا الجرح، تسبب إنتان وتسبب خراج وتسبب رفض لالتئام الجرح يعني. الإرقاء، خياطة الجرح على طبقات. طبعا بالنسبة للردود الفروي إذا الجرح واسع بنحط مفجر ونخليه يوم يومين 48 ساعة على الأقل، كما يصير النجوف ويصير تجمع للسائل. استخدام الصادات مهم كثير بالجروح الفروي وخاصة الواسعة المشرشرة. إذا جسينا باليد قبل ما نخيط أي جروح، طبعا من جس إذا في خط كسر تحت منه متبدل غير متبدل ثابت، كثير مهم عشان تقييم إنه في نزف داخلي ولا ما في نزف. طبعا ما بنضغط على الكسر، اذا في عندنا كسر متبدل مبين تحت الجس بالاصبع لازم قبل ما نخيط الجرح نساوي صوره طبقه محوريه واستقصاء
ممكن يكون يحتاج تداخل جراحي لأفراد الكسر الغائر أو المنخسف، وحتى ممكن يكون فيه نزف فوق أو تحت الجافي مثلا لازم ندبره. فقبل ما نخيط ونتعذب على الفاضي لازم نستقصي بشكل جيد ونعرف ايش في عندنا موجود جوا تحت خط الكسر. الردود الفروي تنقسم الى عندنا تكدم ورم دموي، وعندنا القيل الدموي، عندنا الورم الدموي الرأسي، وعندنا جروح الفروي، وعندنا تهتك او انقلاع الفروي مثل ما بنسميه الجروح الفروي الانقلاعي. كدمة الفروي هو عبارة عن تورم بين النسيج تحت الجلد والصفاق، وبيكون الجلد سليم فوق جلد سليم، يعني ما في جرح. القيلة الدموية مثل ما نكون شايفين هي بتتوضع، القيلة الدموية بين الصفاق وبين اللفافي، هاي بتعبر الدروز، بتتجاوز الدروز، بتكون تبلغ حجم كبيرة، غالبا بتكون اشو ناتجه عن تاذي الدرز السهمي الربوي الهامشي، بيكون على شكل انتباج رخو بالمركز قاسي بالمحيط. بالنسبه الى الورم الدموي الراسي، طبعا هاي اذا بلغت حجوم كبيره بدها تفريغ الورم الدموي الراسي. الورم الدموي الراسي مثل ما نكون شايفين بالرسم التوضيحي هو ما بيعبر الدروز، تمام، بعد الولادة في الأيام الأولى بعد الولادة، غالبا هذا يمتص عفويا خلال أسبوع، يختلط مع الكسر المنخسف والقيل الدماغي طبعا بيتشخص بشكل أكيد بالطبق المحوري للدماغ مع نافذة عظمي. لازم نميز بين الورم الدموي الرأسي والقيل الدموي الرأسي. الورم الدموي الرأسي غالبا يمتص عفويا خلال أسابيع وما بيتجاوز الدروز، أما القيلة الدموية هي اللي بتعبر الدروز، بتكون خطرة لأنها غالبا بتكون مصدرا من الجيب السامي العلوي. جروح الفروي طبعا بأداة حادة أو طلق ناري أو حادث سير، أداة حادة بتكون حوافة مثل ما بيقولوا مستقيمة، خياطة فورا، مو على عدة طبقات أو طبقة وحيدة، غالبا ما بيكون فيها مواد من خارج الجسم مثل قماش، مثل التراب، مثل مواد ممكن تكون جزء من المسبب. أما الطلق الناري بدك تتوقع فيه كل شيء، يعني الطلق الناري بتوقع يكون موجود معه كل شيء، ممكن يكون المصاب لابس طاقية صوف، بنلاقي كثير أحيانا حتى صوف جوا داخل لجوا النسيج الدماغي مع العظم مع الطلق الناري. في كثير أحيانا لقينا قطع قماش محروقة واصلة جوا نسيج الدماغي، لذلك بهيك إصابات مثل ما قلنا الجروح المشرشرة والطلق الناري لازم نغسل، مهم الغسيل حتى السيروم الملحي عشان تكونوا بالصوره بيساوي ارقاء جيد، يعني بيساوي ارقاء جيد، والسيروم الملحي مو بس بينظف وبيساوي ارقاء جيد في الدماغ، حتى كمان هو بيساوي عمليه مثل هو بتعرفه مضاد وزمي، يعني بيخلي المواد اللي مثل ما بيقولوا اللي جاي من برا نسيج الدماغ تطوف على السطح وتطلع تغادر باتجاه مكان الطلق الناري بآلية النبض الدماغي، بيدفش الدماغ بآلية النبض الدماغي، الشرايين جوا الدماغ والحقن السيروم الملحي مضاد وزمي بيسحب لعنده المواد هاي كلها الجاي من الخارج وبينفرها لبرا الجسم. يفيدنا كثير الغسيل قبل ما ننظر النسيج الدماغي ونخيط السحايا إذا في عنا تهتك أو تمزق شديد بالسحايا. موضوع الازياء الفروي الانقلاعي وهيك الشغلات، طبعا ان شاء الله هو في ناس مثلا اذا عندنا جروح كتير متهتك وانقلاع فروي كبير ممكن تطلب جراحه تجميليه، نادرا ما نطلب جراحه تجميليه في ازياء الفروي. كسر الجمجمي هو له اربع انواع، الكسر الخطي ما بيكون فيه تبدل،
بحواف الكسر وما في تباعد. الكسر المنخسف هو انه الصفيحة الخارجي بتصير تحت الصفيحة الداخلي بخط الكسر مباشرة، هذا منخسف كامل. انخساف جزئي بيكون الصفيحة الخارجي تقريبا تحت مستوى الصفيحة الخارجي للعظم بمستوى خط الكسر المقابل. مثل ما قلنا غالبا إذا عندنا كسر منخسف صريح بترافق بتمسك سحايا. الكسر المتسع بنشوفه عند الأطفال الصغار تحت عمر السنتين غالبا. كسر قاعة الجمجمي نادرا ما نشوفه على الطبق المحوري، بده خبرة بالنافذ العظمي. هو عبارة عن كسر خطي أو شعر، ولكن بيتميز سريريا بأنه عندنا نز من الأنف أو الأذن، أو عندنا علامة الراكون، أو عندنا علامة المعركة أو البتل. فيميز كسر القاعدة الأمامي وكسر القاعدة الحفرة الوسطى أو الخلفية. الكسر الخطي هلا غالبا الفرد بتكون سليمة، ممكن يكون في كسر خطي والفروي فيها جرح، يعني ممكن تكون سليمة. طبعا العلاج اللي احنا بهمنا هون انه الكسر الخطي اذا عندنا سريريا المريض سليم، الطبق المحوري صور اخذنا صورة اشعة بسيطة، ممكن تبين على صورة الاشعة البسيطة، ما بينت بنصور الطبق المحوري ما في نزف، فهذا علاجه محافظ. وبالكسر الخطي غالبا ما في حاجة للتداخل الجراحي الا اذا كان مثل ما قلنا صورنا طبقة، إذا كان فوق منطقة الشريان السحائي الأوسط وأعطانا نزف فوق جافي بيبين على الطبق المحوري، بيكون وقتها في حاجة للتدخل الجراحي. إذا النزف أكبر من حد معين له قياسات ناخذها لاحقا. هاي بالنسبة لكسر الخطي إنه هو أشو تعريفه وأشو علاجه. الكسر المتسع مثل ما قلنا عند الاطفال دون السنتين، في ناس هلا هون دون 3 سنوات، هو غالبا دون السنتين. الاصابه بتكون بالناحيه الجداريه والقفويه، هو عباره عن تمزق الجافي. اليه الكسر واضحه اذا كان الجافي ممزق عند الاطفال. الجافي ممزق اشو بتشكل بشكل قيلي دماغي سحائي مع العظم المطري والساع الدروز ما يمسكر، فدائما عن نبض الدماغي ايش بيكون عندنا دائما عم بيصير تجمع مثل صمام محيط الاتجاه. دائما السي اس اف او العنكبوتي او القيلي بتدخل بين خطي الكسر وبتمنع حدوث الالتحام بخطي الكسر وقت الولد، بالوقت الولد اللي بده يكبر فيه ويسكر العظم على بعضه وتتعظم الجمجمه. بتظهر بانتباج بالفرو مكان الكسر، اعراض عصبيه غالبا هامه وشلل مترقي بعد الرد. أهمية الكسر إنه بتوقف ضعف وموقف منطقة تشريحية حيوية كالشق المركزي أو الشق السلفيوس مثل ما قلنا الجداري والقفوي، بيؤدي إلى عجلة عصبية وممكن يسبب طبعا مصدر للوب الاختلاجي الهام عند الأطفال. التدبير الجراحي دائما هذا الكسر المتسع الجراحي وهو الكسر الخطي الوحيد الذي يعالج جراحيا إذا كان تحته تمزق مثل ما قلنا بالسحايا وبلشت الكسر الخطي السحايا مع النبض الدماغي تفتح الكسر وتشكل عندنا شيء اسمه الكسر المتسع. التشخيص طبعا السي تي افضل من الام ار اي لتشخيص الازيات العظميه. علاجه جراحي، بالعلاج الجراحي بنفتح على فوق خط الكسر بنصلح القيلي، اذا ما صلحنا السحايا وخيطنا السحايا مزبوط ما بنستفيد من علاج الكسر المتسع. يعني الهدف من العلاج الكسر المتسع هو ترميم وخياطه السحايا مشان تسمح للخط الكسر ما تتمزق اكثر من هيك وتعبي سي اس اف، وتمارس دائما تبعيد خطي الكسر عن بعضهم عشان تعطي مجال لخطي الكسر انه يلحموا في عمر قريب، يعني عمر 4 سنوات تقريبا بيلحم خط الكسر قبل ما يوصل لمرحله انه ما بيترمم العظم بعد 6 سنوات او بعد 8 سنوات. الاختلاطات بكسور الجمجمة، عندنا نزوف داخل الجمجمة، عندنا أزية الجيوب الوريدي، الكسر المتسع وظهور علامة عصبية بؤرية ذكرناها بالكسر المتسع شلون بصير. الكسر المنخسف
نكون أمام كسر منخفض مثل ما شرحنا، لما تتجاوز الصفيح الخارجي مستوى الصفيح الداخلي. ذكرت لكم أن أحيانا بيكون عندنا كسر منخفض جزئي، يعني الصفيح الخارجي ما بتتجاوز مستوى الصفيح الداخلي حافته تماما، هذا كسر منخفض جزئي. ممكن يترافق مثل ما قلنا مع تمزق بالسحايا، مثل ما كنتم شايفين على صور الترسيم كيف يكون الكسر المنخفض، اللي هو عبارة عن انه تنزل الصفيحه الخارجي تحت مستوى الصفيحه الداخلي في مكان خط الكسر المنخفض، هذا اسمه كسر منخفض كامل. وهون بالشكل العام موجب الصوره هون غالبا بترافق بتمزق السحايا. اهميه الكسر مثل ما قلنا مصدر للانتان كبير، ممكن يصير تمزق بالسحايا، غالبا بيكون تحت منه حجم نزف منيح. إذا قريب على الجيوب بيكون النزف كبير، إذا قريب مكان خط الجسر مكان مرور الشريان الساحلي الأوسط كمان بيعطينا نزف فوق جافي. إذا علاقة موقع الجسر بالجيوب الجافي الوريدي الرئيسي، هاي بتسبب انتان كبير وقت لأنه مصدر اتصال بين الوسط الخارجي والداخلي والجيوب. مثل ما بتعرفوا الجيوب الدماغي مع الجيوب الأنفي مع الجيوب حول الضفيرة الوريدية اللي موجودة على مستوى البلعوم وخلف البلعوم والأذن الوسطى، هاي كلها بتمر مع بعضها، فبيكون نسبة الإنتان هون عالي جدا لأنه مجال كبير لنقل الجراثيم. التدبير جراحي طبعا غالبا جراحي، وخاصة أن تمزق سحايا، عن تمزق جافي، عن ورم دموي بده تفريغ مثل فوق جافي، وجود جسم أجنبي ضاغط على الدماغ أو ضمن النسيج الدماغي طبعا وقت اللي بيكون سطحي كمان هذا بدنا نستأصله. وطبعا الخلل العصبي كمان استطباب في إصلاح الكسر المنخسف أو رده. إذا عندنا قطع الكسر المنخسف متبدل بشدة وعندنا قطع كثير مفتتة غالبا ما بترجع معنا، إذا حسنا كانت قطعة وحيدة منخسفة حسنا نرجعها عشان ما نخسر الشريحة العظمية، لا مفتت كثير بدنا نشيله ونفرغ، إذا في نزف تحته ما حسنا نرجعه نحسن نحط ماشي تاني يوم بدل العظم، أو نستخدم سمنت عظمي أو نستخدم سمنت عظمي. الكسر المنخسف انواعه، عندنا الكسر المنخسف المغلق بينج بونج، مثل ما قلنا هذا بنشوفه عند الاطفال عند حديثي الولاده، طبعا قبل ما تعظم الجمجمه بتكون عظم طري مثل ما نكون شايفين على الرسمه. هذا علاجه اذا ما مترك اذيه عصبيه، اذا ما مترك اذيه عصبيه وما في نزف ما في اعراض، بنعطيه مجال انه مع نبض دماغي يرجع كونه العظم طري. اما اذا مترك اذيه عصبيه نوب اختلاج خزل شقي نزف تدبير جراحي، بنفتح ثقب صغير بور هول جانب الكسر، جانب الكسر المنخسف مثل ما نكون شايفين اسمه كرة كسر كرة البينج بونج، بيكونوا طري مثل كرة البينج بونج سبب تشبيه، اذا ضغطت عليها هيك بتطعش طعش نفس المبدأ تمام. نفتح ثقب صغير وندخل أداة اسمها سباتيول أو ديسكتور مسلخة، وبنرفع العظم نعطيه دفشة للأعلى بحيث مثل ما تعرفوا مثل مبدأ كرة البونبون بحيث تطلع الخفسي للأعلى ونرده مكانه إذا ما في تحته نزف. إذا في نزف لازم نفتح فتح واسع ونفرغ النزف، ومثل ما قلنا نرجع العظم من سبته بصفائح صغيرة يستخدموها الجراح الفكي أو بخيطان، أو إذا بدنا نحط شيء ماشي صناعي كمان بيصير. الكسر المنخسف المفتوح ذكرنا إيش معناته يكون مفتوح. إذا عندنا كسر منخفض وعندنا جرح بالفروة بنتوقع إنه نسبة الإنتان عالية، وهذا علاجه جراحي قولا واحدا، علاج جراحي قولا واحدا مثل ما كنتم شايفين هلا بالصورة، مثل ما كنتم شايفين بالصورة الكسر المنخسف وطريقة علاجه. غالبا بيترافق كمان بنزف تحت المنه مباشرة، درجاته على مستوى العظم فقط، بيضغط صحائي والقشر دون تمزق دون تقدم دماغي. كسر مع تمزق صحائي دون تقدم دماغي، الدرجة الثالثة هو الكسر مع تمزق الصحائي مع تقدم دماغي، وممكن نزف فوق جافي أو تحت جافي.
كسور قاعدة الجمجمة، مثل ما قلنا قاعدة الجمجمة ثلاث أقسام، قاعدة الجمجمة الأمامية والمتوسطة والخلفية، قلنا شلون التعامل مع موضوع كسور قاعدة الجمجمة. تعتبر كسور قاعدة الجمجمة كسورة مفتوحة حتى إذا ما في أذية للجافي، وتعامل معاملة كسور مفتوح حتى لو كان مغلق بسبب اتصال الوسطين الخارجي والداخل فيه. يعني هي لأنها مصدر للإنتان مثل ما قلنا، كسر قاعدة الجمجمة إذا عنا نز من الأنف أو من الأذن فهو مصدر للإنتان من الوسط الخارجي للداخلي. منغطي إذا أي رد رأس أو أي كسر قاعدي منغطي بالصادات وقائيا لمدة أسبوع، وقائيا لمدة أسبوع. كسور قاعدة الجمجمة ممكن تسبب ناسور سباتي كهفي إذا الكسر إجا قريب على الجيب الكهفي، وبصير عندنا اتصال بين الشريان السباتي مع الجيب الكهفي، يعني ناسور شرياني وريدي. طبعا هذا بيتظاهر بنسع الدماغ شوكي، وقد ينشأ ناسور كهفي عيني يتظاهر بجحوظ نابض في العين واضطرابات بصري. حالة نادرة هاي الحالة، الجحوظ النابض شفت منها أنا خلال الاختصاص أو خلال الممارسة مرتين مريضين بعد رد رأس. طبعا القصة السريرية كتير مهمة نشخص صح، جحوظ نابض فعلا واضح في العين بسبب أنه انتقل الضغط ضمن الجيب الكهفي للعين اللي هو بالأساس وريدة ضغطه منخفض تقريبا 12-13، تحول لضغط شرياني تقريبا 120، ضغط شريان السباتي ضغط عالي جدا. نزع الدماغ شوكة من الأنف وهو داخل القفص، ممكن يصير تهوي بالدماغ. كدمة الأجفان علامة الراكون بتدل على كسر قاعدة الجمجمة الأمامي. نزع دموي من الأذن وعلامة المعركة الباتل بتشير لكسور قاعدة الجمجمة الوسطى. ممكن يترافق كسر قاعدة الجمجمة مع إصابة دماغية، وممكن يترافق بإصابة السبات على مستوى تفرع فوق الناتئ السرير الأمامي بيسبب رعاف غزير من الأنف، نادرة طبعا هاي الحالة. كسر قاعدة الجمجمة بترافق زيادة الأعصاب القحفية، والشائع أكثر شيء هو إصابة 7 و8 في كسور الصخرة، وإصابة الأعصاب 1 و2 و6 في كسور الغربالة. بعد كسور قاعدة الجمجمة الأغلب بنشوفه هو لخوي محيطي بسبب أذية إصابة العصب السابع العصب الوجهي. تشخيص كسور قاعدة الجمجمة طبقة محورية سي تي، طبعا ما نافذ عظمي مقاطع رقيقة، صورة بسيطة عنا الموجودات مثل ما كنتم شايفين علامة الراكون على الصور واضحة، علامة الراكون يعني هي اجت التسمية علامة راكون مزدوجة أو أحادي، اجت التسمية من منظر حيوان الراكون نفس المنظر تماما بنشوفها بالممارسة بنشوفها بشكل كبير بشكل واضح. الموجودات بتدل على كسر قاعدة الجمجمة إذا عندنا قيلة هوائية، بس شفت قيلة هوائية على مستوى قاعدة القحف بدك تتوقع انه حتى لو ما شفت خط الكسر انه موجود كسر قاعدة جمجمي سوي سائل في الجيب الوتدي، كسور في العظم الغربالي او سقف الحجاج، هي بتدل على اسمها كسر قاعدة الجمجمي. اختلاطات كسور قاعدة الجمجمي مثل ما قلنا امهات دم رضي، امهات دم بصير عندنا بالسباتي امهات دم، او بصير عندنا ناسور سباتي كهفي هذا الشائع، بصير عندنا ناسور سي اس اف ام في اذنين نز سي اس اف سبب تمزق السحايا، التهاب سحايا او خراج بالدماغ بسبب مصدر انتان اتصال بين الوسط الخارجي والداخلي. اصابه الاعصاب القحفي حسب مكان الكسر قلنا الاشع، ونشوفه بعد ردود الراس باسبوع بيراجعنا المريض بلقوي، بيتفاجئوا الاهل انه كان تمام متخرج على البيت بعد رد الراس كسر قاعدي ما في نزف داخل القحف في فوق جافي تحت جافي، العلاج كان محافظ، بيروح على البيت مبسوطين كيفين. بعد اسبوع غالبا بيراجعنا الطفل او الشاب بانه بيقول لك وجه يا دكتور وجه انجقم على جنب، انا فورا بعرف جيبه فورا جيبه بشرح لهم القصه انه غالبا هاي هلا صار لنا اذيه الوجه ظهرت بشكل واضح صارت العصب الوجهي طبعا بكسور قاعده الجمجمه غالبا الوسطى، غالبا الوسطى على مستوى عظم الصخره. العلاج بالنسبه للكسور العلاج المحافظ طبعا اول نوع هو راحه في السرير، رفع السرير، وضع نصف الجلوس،
تجنب السعال، العطاس، صناعة الملينات عشان ما يصير امساك عند المريض، كلها منتجنب اي وضعيه ترفع الضغط الوريد المركزي، مشان اذا في صار احتمال ارتفاع ضغط القلقاف عشان ما نسمح باي نزف للسائل الدماغي الشوكي، يعني نخفف الضغط داخل القلقاف قدر المستطاع. اذا عندنا استسقاء نعالجه، سحب السائل الدماغي الشوكي عن طريق البزل القطني لمده اسبوعين، طبعا هذا بنستخدمه اذا عندنا نزف سي اس اف من السحايا، بنستخدم البزل. اذا وقف النزف وقف، ما وقف بنضطر للتداخل الجراحي وتنظير ومعرفة مكان النزف بالسحايا واغلاق الثقب اللي عم يسوي نزف سي اس اف، لانه بصير لنا مصدر لتشكل التهاب، او انه يصير يحدث عند المريض التهاب سحايا متكرر، التهاب سحايا متكرر وقت اللي بنترك النزف شغال. المعالجة الجراحية يعني بالتنظير، هو مركب شنط دماغ بريتواني او قطن بريتواني، تجريف الجيوب بدكة جراحية او بالتنظير. المعالج الجراحي الدخول بشكل مباشر عن طريق فتح الجمجمي، عندما تفشل المعالج الجراحي غير مباشرة بالنسبة للنز، ومنسكر مكان النز بشكل مباشر بالرؤية المباشرة في حال انه ظل النز اكثر من اسبوعين ما توقف. طبعا تحديد مكان النز من السحايا هذا مهم، له طريقة، هي حقن مادة ظليلة ضمن القراب القطني، بعد ما نحقن مادة ظليلة بعشر دقائق ربع ساعة بنقول للمريض ياخذ وضعية السجود في الصلاة، ومنصوره الطبق المحوري ببين مرور المادة الظليلة من الثقب في السحايا باتجاه اما جوف الانف او جوف تجويف او الى البلعوم الخلفي، يعني اما بيكون النز من الجوب الجبهي او النز على مستوى الجيوب الغربالي، مشان نعرف نحدد مكان الثقب بالسحايا ونسوي فتح جراحي واغلاق مكان الثقب بالخياطه، ومثلا نحط ماده هي لاصق صناعي بيولوجي نسميها بايوجلو. تشخيص وجود سيلان سي اس اف، نز سي اس اف، لازم نتاكد انه هذا مو مخاط او عباره عن سيلان رشح او قريب. السائل الدماغ الشوكي هو سائل رائق لا لونه له، طعمه حلو، السكر بفيق المريض الصبح غالبا بلاقي بقعة على الوسادة أثناء الركوع والسجود بالصلاة، حس أنه شر نقطة نقطتين ثلاثة أربعة اللي مثل حسب درجة النزف من أنفه، تمام، عند العطاس عند السعال وارتفاع التوتر الوريدي في البطن. من موارد فعل زلفة، طبعا بتؤدي زيادة نزف السائل الدماغ الشوكي بسبب ارتفاع الضغط، مثل ما قلنا كل شيء بيرفع الضغط داخل الدماغ بتزيد النزف. تأكيد السيلان، التمييز بين السائل الدماغ الشوكي والمفرزات الأنفية عن طريق اختبار السكر في السائل وبيتا ترانسفيرين، النظائر المشعة، إذا ما عرفنا مكان الكسر أو قد نتابع السائل الدماغ الشوكي بالمرنان، طبعا هاي النظائر المشعة ما هي موجودة. قلنا لكم الطريقة اللي موجودة بسوريا هي الحقن ضمن القراب القطني لمادة ظليلة، ونتأكد من مسيرة ضمن مكان التمزق بالسحايا، ونعرف نتداخل عليه ونحط بيوغلو أو خياطة للسحايا. هاي الأصبغة اللي نستخدمها في تحديد مكان الناسور أو النز، على ما اذكر انا على ما اذكر انه كانت الفلوروسين نستخدمها بالحقن بالقراب القطني، او زرقه الميتيلين كانت تفيدنا، زرقه الميتيلين اكثر شيء. تصوير طبقه مع حقن الصهار الظليل بالمتريزيمايد، هاي كمان مفيده لتحديد مكان النزف. تصوير طبقه محوري مع حقن البطينات بالايبوميميدول، ثواني بس.
عفوا من كم ميل؟ تدبير ذكرنا، تدبير نزع سائل دماغ شوكي، الأزياء النافذة طبعا، بالأزياء النافذة طبعا فروي أكيد بده يكون فيها أزي يعني، وتمزق الجافي غالبا هي على الأقل يعني. شظايا، إذا عندنا شظايا أزياء نافذة بالشظايا بتندفع للدماغ للداخل، فهي الأزياء غالبا دائما هي منخسفة أكيد، ومصدر للإنتاج مثل ما حكينا توا بأزياء الطلق الناري. نفس اختلاطات الكسر المنخسف مثل ما حكينا. عندنا الجروح الثاقبي، إذا سرعة عالية للأزياء النافذة المقذوف، الطلقات والرصاص والقذائف، بطيئة، سكاكين، رمح، سهام. الجروح الثاقبي بتكون قد تكون مركبة، تمزق جافي، تهتك الدماغ، يجب عدم نزع الأداة داخل، يجب عدم نزع الأداة داخل للرأس إذا كانت ظاهرة. حكينا بداية المحاضرة إنه كثير حالات تجينا من الأزياء النافذة بسكين، مسمار، سيخ، ما بنشيلها أبدا إلا ضمن غرفة العمليات، خوفا تعرفوا ما يكون عندنا نزف صاعق تحت المناء، إصابة وعاء، في إصابة لوعاء دماغي أو شريان كبير. أذيات المرام النارية حكينا فيها كمان. هلا بس الشظايا عندنا داخل البطينات، هي مهمة إنه لازم كل شيء متحرك ضمن البطينات لازم نشيله، لأنه بأي لحظة بيسبب استسقاء دماغي وبيسبب وفاة يعني. تمام، إذا سوى استسقاء حاد مباشر. هاي بالنسبة للكسور طبعا. المحاضرة الأولى الرضوض طبعا، هاي بالأخير ما لها أهمية، كسور عظم الصدغة الطولاني والعرضاني. بالنسبة للمحاضرة أنا أعطيتكم الشغلات الأساسية، هدول الأسئلة ما تركزوا كثير عليها يعني، غالبا ما بيجي منا، ممكن نلاقي سؤال سؤالين كويسات منا مفيدات ناخذهم من الاعتبار، بس مو دائما، مو شرط يكون نتحط أسئلة من هاي الموجودة ورا المحاضرات. طبعا مثل ما حكينا نحن عم نجهز هلق مرجع أو منهاج خاص بالجراحة العصبية، إن شاء الله يكون بيرضيكم ويكون مريح ويكون مفهوم، وما في صعب، ما في صعوبات يعني بالحفظ يعني، يكون واضح وبنفس الوقت ما في حشو مثل ما قلنا. فلق انا حكيت الشغلات الاساسيه اللي لازم تعرفوها، لكل طالب طب لازم يعرفها بالجراحه العصبيه بالنسبه للردود والراس، والشغلات الحشو ما ركزنا عليها. اي سؤال؟ خلصت هيك بكل المحاضره الاولى كبدايه، شلون لقيتوا الوضع كبدايه؟ اي سؤال على المحاضره؟ السلام عليكم حكيم. مرة إجانا على الإسعاف جرح فروي بس كبير يعني تراكتور هيك، الطفل عمره 12 سنة، فوقت لي قال له الطبيب بخيط لك إياه بس ما بكفله، إنه بجوز يصير فيه نقص تروي أو يعني الجرح ما يزبط معه، وفوته على العمليات بس قال لي ما بكفله. تمام، ايه اشو السؤال؟ يعني إنه ليش انه ما بكفله، انه ليش الجرح مساحته كبيره يعني انه نقص تروي ولا شو ليش هيك؟ قال له المريض يعني. تمام، وقت اللي انت قد جرح كبير وفي تهتك، اكيد في تهتك دعس تراكتور يعني، فبيكون اشو الجرح مثل ما قلنا مو قاطع، بيكون في مناطق متهتكه واسعه، فتو حكيت انا بالخياطه الجروح المناطق من الجلد المتهتكه هي كلها تعتبر ميته، ولو انها معلقه بس هي بيكون ميته عمليا، لانه بعد يوم يومين اذا خيطتها تيجي تلاقيها اسودت
وفك الخيط من عليها ما استفدت منه شيء، تركت مكان فاضي. فدائما بخياط الجروح ما تخيط منطقة متهتكة، لأنه هلق أخذ الخيط بس بعد يومين أو بعد 48 ساعة أو 24 ساعة راح يسحب الخيط لحاله ويتركه، لأنه تموتت وانكمشت وتحللت. تمام؟ فبالأزيات الكبيرة مثل ما قلت، وخاصة أنا بنسميها أزيات الحرس، فبدك توقع مناطق كثير متهتكة. فأهم شيء في الخياطة تخيط حواف سليمة، تخيط نسيج حي، مو تخيط نسيج متهتك. بتنضر عم نقول الحواف الميتة، فبيكون ايش صار عندك؟ تباعد بين حافتي الجرح، صار عندك تباعد بين حافتي الجرح. فوقت اللي بتساوي شد الفروي الخيطان الخياطة لبعض اللي تقربوا لبعض، فبصير عندك شد وتوتر على حافتي الجرح، وهون اي شيء بيتعرض للشد فبدي يعرضه لنقص الترويج. فولو انت شديت ووصلت الحواف لبعض بس بدك توقع بعد 8 ساعات تجي تلاقي صار في شويه تموت. فدائما نوصل خط الجرح تعطي اريحيه، ما تسوي اي شد على الجلد، تعطي اريحيه، شد بسيط مقبول متوسط، اما شد شديد يعني اللي بدك تغطي نقص 5 سم وما احسن شديت بقوه فبدك توقع يصير تموت. لذلك مع حق الدكتور وقت اللي حطه بالصوره للاهل المريض انه فعلا في هيك حالات ممكن يصير تموت. طبعا إذا انكشف العظم بنساوي ترميم، بنطلب الجراحة التجميلية، صارت بيطلب الجراحة التجميلية بعد شهر إذا ما ترمم الجلد، أو بعد 3 شهور تطلب الجراحة التجميلية، بياخذ شريحة واسعة وبيرمم مكان النقص. تمام؟ ايه تمام حكي. مدة شفاء من الجروح النافذة للعظم مش قد تتراوح والكسر الخطي تقريبا كم فترة من الشهر؟ كم شهر يعني تقريبا؟ هلا الكسر الخطي اذا في عندك جرح فوق وخطي كمان جرح خطي وكسر خطي ما في شيء، حكينا بتراقبه 24 ساعه في المشفى. اذا عندنا قصه فقد وعي صورت طبقه محوري ما في نزف بعد 24 ساعه سريريا المريض، فحص العصبي طبيعي ما في اقياء ما في اختلاج ما في اضطراب توازن، فحص عصبي مثل ما بيقولوا جلاسكو 15 15 فتبعته على البيت. تمام؟ وبيراجع بعد اسبوع 10 ايام، ردت تصور صوره مراقبه بيصير، وردت بدون صوره مراقبه على الخبره سريريا المريض ما في شيء، خلاص انساه، يعتبر شفاء ما فقط ما في شهر يعني، خلاص العظم اذا بدي يلحم بدي يلحم لحاله، هو كسر خطي بالاساس والجروح بدي يلحم لحاله يعني. الجروح النافذه سالتني على الجروح النافذه، الجروح النافذه مثل ما قلت كل ما كان اهتمامك بتنظير الجروح وتنظير الحواف السحايا المتهتكه وغسيل جيد يكون الشفاء أسرع. تمام أي سؤال؟ طلابنا حد عنده سؤال؟ أي سؤال شباب؟